السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين كرام متابعي قناة من آخر خلاصة، معكم محمد نور الدين. ترتيب الدوري الأسباني، ترتيب فرق الدوري الأسباني وترتيب الهدافين بعد مباريات اليوم الجمعة 12/8/2022، أول مباراة في الجولة الأولى من الموسم الجديد للدوري الأسباني 2022/2023. متابعين الكرام، اليوم أوساسونا فازت على إشبيلية 2-1، أحرز هدفي أوساسونا لويس أفيلا في الدقيقة 9 و إيمار أوروز من ضربة جزاء في الدقيقة 74، هدف إشبيلية عن طريق اللاعب رافامير في الدقيقة 11. بكرة بإذن الله تعالى السبت 13/8/2022 سيلتا فيجو هتلعب أمام إسبانيول 5 مساء بتوقيت مصر، 6 مساء بتوقيت مكة المكرمة. بلد الوليدة هتلعب أمام فياريال 7 مساء بتوقيت مصر، 8 مساء بتوقيت مكة المكرمة، وبرشلونة هتلعب أمام رايو فاليكانو 9 مساء بتوقيت مصر، 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة، و8 مساء بتوقيت تونس الجزائر والمغرب. والمباراة هتكون على قنوات الثلاث مباريات اصلا هيكون على قنوات بين سبورتس اتش دي 1 الاولى العادية، اما مباراة برشلونة فهتكون على قناة بين سبورتس اتش دي 1 الاولى العادية وبين سبورتس اتش دي 1 بريميوم الاولى بريميوم. كذلك القناة النقلة المعلق لمباراة برشلونة امام رايو فالكانو هو المتألق عصام الشوالي. متابعين الكرام، خلينا نتعرف على ترتيب فرق الدوري الاسباني وترتيب الهدافين. متابعين الكرام، حاليا اللي فاز طبعا اوساسونا في المركز الاول بثلاث نقاط. في المركز الثاني كل اللي ما لعبوش مايوركا وفياريال وسيلتا فيجو وجيرونا وريال بيتيس وقادش وبرشلونه وبلد الوليد واسبانيول وريال سوسيداد وإليتشي واتلتيكو مدريد وختافي ورايو فاليكانو والميريا وريال مدريد واتلتيك بلباو وفالنسيا، والمركز 20 الاخير اشبيليه لانه خسر اليوم. طيب بالنسبه للي سجلوا الاهداف هم اللي احنا شفناهم النهارده، عندنا اللي سجل هدف ايمار اوروز لاعب اوساسونا، ولويس افيلا لاعب اوساسونا، ورافامير لاعب اشبيليه. نشوف كده صناع الاهداف، لاعب اليخاندرو غوميز لاعب اشبيليه صنع هدف، وايضا لاعب روبن بينيا لاعب اوساسونا صنع هدف. متابعين الكرام، اشترك في القناه وفعل زر الجرس وعمل لايك للفيديو، ممكن تشوف في نهايه الفيديو هنا هسيب لك مواعيد مباريات الدوري الاسباني الجوله الاولى، هسيب لك في نهايه الفيديو ممكن تشوف المواعيد لكل المباريات. كان معكم محمد نور الدين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.